الأمر اللطيف أن المساجد الثلاثة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، فصلى هنا بالناس، وصلى في مسجده بالناس، وصلى في المسجد الأقصى بالأنبياء، فصلى فيها إماما صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، للفضل الذي جعل لمن صلى فيه وهو ألف صلاة، ومسجد الحرام وهو هذا المسجد، ومسجد الأقصى أي المسجد الذي بفلسطين. فتلك المساجد الفاضلة لأنها مساجد أنبياء، فهذا مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى أيضا هو مسجد لإبراهيم عليه السلام وكذلك ليعقوب وولده. إذن هو هذه المساجد مساجد الأنبياء، مساجد الأنبياء، لذلك كان لها هذا الفضل، وأذن لشد الرحل إليها، لشد الرحل إليها. فقوله لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على ظهر البعير تحت الراكب لإرادة السفر، فإن النية لا تكون للسفر لأجل الفضل، لأجل الصلاة، لأجل العبادة، إلا لهذه الأماكن الثلاثة، إلا لهذه الأماكن. ذلك من نذر أن يسافر لمسجد ما فيصلي لا يلزمه الوفاء بالنذر، لأن ذلك ليس مشروعا. من نذر أن يصلي في المسجد النبوي وصلى هنا، هل يعتبر أنه وفى بنذره؟ الجواب نعم. ومن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى وصلى في المسجد النبوي، هل يعتبر وفى؟ الجواب نعم، لأن المسجد النبوي الصلاة فيه أفضل، فمن صلى فيه فقد وفى بنذره. وأما من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فليس له إلا أن يفي فيصلي في المسجد الحرام، لأنه ليس في تلك الأماكن نفس الفضل الذي لهذا المسجد. فإذن هذه من فضل هذه الأماكن الثلاثة، ومن الأمر اللطيف أن المساجد الثلاثة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، فصلى هنا بالناس، وصلى في مسجده بالناس، وصلى في المسجد الأقصى بالأنبياء، فصلى فيها إماما صلوات ربي وسلامه عليه، فصلى في هذه المساجد الثلاثة.